أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا. نبدأ جولتنا مع الصحافة العربية من صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت: إسرائيل ترفض محاكمة جنودها أمام المحكمة الدولية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الإسبوعي لحكومته: لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة. وننتقل إلى صحيفة مصر اليوم التي كتبت تحت عنوان: السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر الأحد بمقر رئاسة الجمهورية رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا. وأكد الرئيس وقوف مصر إلى جانب دعم الشرعية في ليبيا وحرصها على وحدة أراضيها. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الليبي بكل ما تقدمه مصر من دعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا في مختلف المجالات. وإلى صحيفة الحياة اللندنية التي نقرأ منها تحت عنوان: المالكي يحمل السياسيين مسؤولية الخلافة السنية الشيعي في العراق. حمل نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي أمس الأحد السياسيين مسؤولية الخلاف السني الشيعي الذي يجر الناس إلى التهلكة داعيا إلى تغليب الانتماء إلى العراق دون غيره. وقال المالكي: لا توجد مشكلة بين سنة وشيعة كمجتمعات، إنما بيننا نحن السياسيين نفكر بسنة وشيعة ونجر الناس إلى هذه المهلكة. من جريدة الأنباء الكويتية التي استهلت افتتاحيتها بالحديث عن زيارة الرئيس السيسي للكويت التي كتبت تحت عنوان: حللت أهلا ووطئت سهلا. ما أجمل أن يحضر الكبير دوما حين يتطلب الحضور، ففي ظل هذه الأوضاع المضطربة التي يعيشها العالم العربي والمتغيرات المتسارعة التي تحيط بإقليمنا، تأتي زيارة القائد العربي الكبير الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي إلى أخيه أميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد، تأتي لتكرس في نفوسنا جميعا دور مصر الكبير والريادي في دعم استقرار المنطقة وحفظ أمنها، ولا ننسى دور مصر الكبير في تاريخ الكويت حين كانت ترسل قبل أن ينعم الله علينا بنعمة النفط بالبعثات التعليمية والطبية، فكان لها الدور الأكبر في تعليم أجيال من الشعب الكويتي. فرض سمة دخول على السوريين إلى لبنان، نقرأ هذا العنوان من جريدة العرب اللندنية التي كتبت: فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري. يذكر أن عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كيلومترا كانت تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى. وننتقل وإياكم إلى صحيفة السفير اللبناني التي نقرأ منها بعنوان: المعارضة تضع شروطا للمشاركة في مؤتمر موسكو. وضعت المعارضة السورية ثلاثة شروط للمشاركة في مؤتمر موسكو نهاية الشهر الحالي، حيث ربط عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض مشاركة الائتلاف بتوجيه دعوات لقوى الثورة كمؤسسات لا أفراد وإصدار عفو عن المعتقلين وتخفيف الحصار عن المدن. من ناحية أخرى تسعى الكتل المكونة للائتلاف للتوافق أيضا على اسم الأمين العام الجديد ومنصب نواب الرئيس، حيث طرحت مجموعة من الأسماء يسعى أعضاء الائتلاف للتوافق عليها قبل طرحها لجلسة التصويت. مشاهدينا، انتهت جولتنا مع الصحافة العربية. أراكم بعد قليل في جولة مع الصحافة الدولية.